جوج ثلاثة أكسيون أكسيون معكم عمر دانايا من قنيطرة، ممثل، كاتب سيناريو، كندير الإخراج ومسير ديال مجموعة كور ميتراج كينيترا معروفة بالسي ام كا. الحمد لله درنا بزاف ديال الأعمال، ودابا خدمنا واحد عمل جديد اللي هو عبارة عن كور ميتراج، الاسم ديالو وقيدة. الحمد لله كانت واحد التمارة، كان واحد التضحيات باش اننا قدرنا نخدموا هذا العمل، اللي نتمنى انه ان شاء الله يكون في واحد المستوى ويعجب الناس. ودرنا واحد احتفال بسيط ما بين الاعضاء ديال المجموعه وبعض الفنانين ومنابر اعلاميه، وحنا هذا فيديو في يوتيوب، نتمنى ان شاء الله كل شيء يتفرج فيه ويعجبكم وتبارطاجيوه. ومرحبا بجميع مواهب ديال القنيطرة اللي بغاو يزيدوا قدام وينضموا للمجموعة ديالنا. وبهذه الفرصة كنبغي نشكر الأعضاء ومواهب وممثلين ديال المجموعة ديالنا اللي تبارك الله كانوا على مستوى وضحوا بوقتهم وبزاف ديال الحوايج. وكنبغي نشكر المنابر الإعلامية اللي واكبتنا، بريزوار تي في، كنوجه لهم تحيات ونقول لهم شكرا على هذه المبادرة، ونتمنى ان شاء الله يعجبكم الفيلم. وتبارك الله عليكم وشكرا بزاف. عليكم، معكم سفيان عماد، عضو من اعضاء السي ام كا الاختصاصي في الافلام القصيره. الحمد لله اليوم كما شفتوا الافتتاح ديال الفيلم ديالنا الجديد اللي هو القيده، وكنشكر جريده بلا زواق تي في اللي حضرت معنا هذا الافتتاح البهيج في هذا الفضاء اللي هي المقهى الادبي في بسي الطيبي، وتحيه لكم. وكنتمنى ان شاء الله تكون اعمال جديده، وتكون بخصوص هذا المشهد هذا يكون نال الاعجاب ديالكم، وتنحييكم وكنقول لكم مازال الجديد ان شاء الله في القريب، وشكرا لكم. تبارك الله عليكم. كريمه سيف الحق مع المجموعه ديال كي ام سي مع عمر دنايا. بصراحه سي ام كا بصراحة أنا عشت تجربة زوينة بزاف، لأن نعرفش فيها لسبري ديكيب، وذاك لغو غروبمو مع هاد ليكيب حسيت براسي بأن تطورت بزاف الحوايج في الإلقاء ديالي، في معاملتي مع الناس، في معاملتي مع الآخر، وعطاتني بزاف، عطاتني بزاف حتى في الكوتي سوسيال. وكنشكر عمر، وكنشكر الناس اللي مساندينا، وحنا مساندين بعضياتنا، وكنتمنى نزيدوا القدام. وشكرا الجريدة ديالكم اللي عطاتنا هذه الفرصة، ميرسي بوكو. السلام عليكم، معكم مهدي من ممبر دي جروب كور ميتراج كينيترا. كنشكر اولا قناة بلا زواق تي في اللي حضرت معنا لهذا الافتتاح هذا ديال الفيلم ديال وقيدة. هذه الافلام القصيرة وهذا الشيء كامل كيخلينا يعني على اننا نبينوا الموهبة ديالنا ونديروا بزاف ديال الحوايج منها، وكيعاون هذا الشيء باش تديفلوبي ميم طون تحيد ديك الحشمه، كتعلم بزاف ديال الحوايج. ضروري من تكرفيس، ضروري من بزاف ديال الحوايج، كاين المونك ديال الماتيريال، مي بون حنا بادين، حنا غاديين وان شاء الله غادي نوصلوا. بارك الله عليكم، ميرسي. إذا عجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك بقناتنا بلا زواق تي في، دائما في قلب الحدث.